الوطن العاشر. الله الله يا هوشوط، الله يا هوشوط، الله يا هي احداث. بسم الله على بركة الله وحفظه، أعلنت اللجنة عن انطلاقة الشوط العاشر، الشوط الأخير، شوط الوداع. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى إن شاء الله التوفيق دائما وابدا لأخوة الأخوة المشاركين. صخر خليفة بن محمد بن زيد بن حسين العريري في المركز الأول، المركز الثاني الحذر راشد بن سعيد المدهوشي، بينما المركز الثالث هنا من يأتينا في هذه اللحظات نارين، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري الكوبي يأتي رابعا، سالم بن عبد الله الحميدي بن تميم. المركز الخامس هناك من الجانب الثاني، اللي بالمركز الخامس مسامح لراشد من خلب مضرب العنوان. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة، للمراكز ذعناها عليكم. روح يا سعيد عند الكوبي، روح يا سعيد عند القزم، روح يا سعيد عند شاهين، ما شاء الله تبارك الرحمن. سالم بن عبد الله الحميدي بن تميم من يسيطر على المركز الأول، من صامد. الله يا بالحبرات، يا قنبلة هذا الشاط، يا القنبلة الخطيرة النارية. ولكن من الجانب الثاني هناك نارين، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري المسيطر على المركز الثاني. وصل المدهوشي ليدهش الجميع هنا مع الحذر، راشد بن سعيد بن ناصر المدهوشي. ولكن الكوبي ما شاء الله المسيطر على المركز الأول، لسالم بن عبد الله الحميدي بن تميم. الحذر قادم، هنا راشد بن سعيد بن ناصر المدهوشي. التحدي لمن يا سلام؟ سلام يا بالحبرود، سق الله دارك. سالم بن عبد الله الحميدي بن تميم، سلام التحدي، سلام الإثارة، سلام المركز الثاني الحذر، راشد بن سعيد المدهوشي المركز الثالث الأنين، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري المركز الرابع، لمحمد بن سيف بن حسين المركز الخامس على ما أظن، جلمود لسالم بن حمد بن سالم الأخفري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، ها هي النتيجة أيها الإخوة. شوطنا الأخير دقيقتين 14 ثانية، 57 جزمة الثانية. سلام يا بالحبرود، سلام يا سالم يا بن عبد الله يا الحميدي بن تميم على هذا التألق. شكرا لجميع اللجان العاملة هنا في هذا الميدان، شكرا حقيقة لكل من حضر، والناموس أيضا للجميع، مع تحياتي معلقكم من هذا الميدان نواف بن فاضل، وإلى اللقاء.